بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. برحب بكل سادة مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة ووصفة جديدة من وصفاتنا على برنامج المطعم. كل يوم معاكم إن شاء الله خلال أيام الأسبوع من 11:30 لحد الساعة 1 برنامج المطعم. عندنا إعادة الساعة 3، الساعة 7 آسف، والساعة 3 الفجر بإذن الله لو حابين تتابعوا الإعادة. هستنى أي أسئلة وأي استفسارات. أرقام التليفونات ظاهرة قدامكم على الشاشة، 1710 من أي تليفون محمول، أو 0900-917 من أي رقم أرضي. لو لكم أي استفسارات تقدروا تتصلوا على الأرقام ديت وهنرد عليكم وإحنا تحت أمركم طبعًا. النهاردة عندنا كيك أو شوكولات كيك بنعملها بطريقة حلوة جدًا وهنزينها بطريقة جميلة جدًا. ده اللي هنشوفه النهاردة خلال برنامج المطعم. معانا شوية حركات كده جديدة قاعدة متحركة، ومعانا مشط زيداو، ومعانا ديكورات هنعملها إن شاء الله. يا رب الوقت يبقى معانا ونقدر إن إحنا نظبط الحاجات ديت كلها. طيب تعالوا نشوف. عندنا اول حاجه مقادير شوكليت كيك، وبجيب اول حاجه عندي صاج يكون مقاس 30 في 40، وبنبدا نحط فيه ورقه زبده زي اللي قدام حضرتك دي. ده اول حاجه بنبدا اللي احنا نشتغل فيها قبل ما نشتغل في الكيك. تاني حاجه بعد ما بحضر المعدات، المعده بتاعتي، وبحضر الخامات بتاعتي، بروح اظبط الفرن على درجه حراره كام؟ 180، تمام، وبشغل الفرن فوق وتحت. طيب تعالوا نشوف عندنا المقادير بقى عباره عن ايه وهتمشي ازاي. اول حاجه عندي في المقادير 5 عدد بيض، كوبايه ونص من السكر، عندي فانيليا، بعد كده عندي 3/4 كوبايه من زيت الذره، عندي علبه زبادي صغيره، وده بيخلي العجينه طريه جميله جدا معايا وما بتحتاجش ان انا اديها اصلا شربات او سيرب. عندنا 2 كوبايه من ونص من الدقيق، عندي نص كوبايه من الكاكاو الغامق، وعندي كوبايه من الميه الدافيه اللي هحتاجها في الاخر خالص عشان اظبط بيها الخليط اللي معانا. مش هنزل حاجه تاني دلوقتي، هم دي المقادير بس اللي هنشتغل فيها دلوقتي، وبعد كده نبدا ننزل مقادير الحشوه بتاعتنا. طيب اول حاجه بجيب عندي ال5 عدد بيض، تمام، اكتبي بقى المقادير كده اهوت ان شاء الله واحده واحده ننفذها مع بعض. نحط عندي شوية فانيليا صغيرين، وببدأ ان انا احط عندي الكوباية ونص من السكر، وما عليش السرعة. انا مش بعمل كيكة اسفنجية، احنا بنعمل الفادج اللي هو الكيكة اللي انا هوريها لك دلوقتي، اللي انا مش محتاج فيها فاليوم عالي للبيض والسكر، محتاجين يدوبك بس اللي السكر يدوب، فبزود هنا السرعة وبخلي سرعة المضرب على السرعة التانية، بلاش اعلي المضرب للاخر، تمام؟ وهي شغاله كده معايا ببدا انزل بالزيت واحده واحده. بعد كده بجيب عندي علبة زبادي صغيرة وبنبدأ نضيفها فين؟ مع المقادير. واتفقنا ان الزبادي بيخلي العجينة او الكيكة بتاعتي بتبقى طرية جدا ومش بتحتاج ان انت تحطي شربات وتسقيها من جوه خالص. الكيكة الفادج يا جماعة غير الكيكة الاسفنجية. الكيكة الاسفنجية دي اللي بنحتاج نديها شربات عشان ما تبقاش لما تتحط في التلاجة ما تنشفش، لكن دي مهما تقعد في التلاجة تفضل معايا طرية عن طريق الزيت والخفق بتاعها نفسه. تمام. مدام وفاء ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاك وفاء او ام محمد، زي حضرتك يا حبيبي. اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ انت زي ابني بالظبط، وربنا يبارك لك في اولادك. الله يحفظك يا ست الكل، تسلمي، الله يخليك يا رب. ربنا يخليك. انا محتاجه حضرتك في سؤال كده، واتصلت وقالوا هنديك الرقم وحضرتك ما اتصلتش عليا. اتفضلي. فمعلش انا بترازل عليك، فحضرتك تكلمنا، الله يبارك لك. حاضر، من عينيا للتين يا فندم. حاضر حاضر، تحت امرك، شكرا لحضرتك جدا. تعالوا نعمل. حاضر ان شاء الله، بعد الهوا هنحاول نتواصل مع حضرتك. تعالوا نعمل عندنا الايه الجناش اللي احنا هنبدا نشتغل فيه كحشو.
بص هنا بحط عندي كريمة، نص كوباية من كريمة الطهي أو لبن على فكرة، يعني ينفع ينفع يتحط عندنا كريمة أو ينفع يتحط لبن مفيش مشكلة. بقوم جايب عندي الشوكولاتة السادة الخام الغامقة، واستنى عندي ديت بعد ما تبدأ اللي هي تغلي معايا أو تسخن معايا، بنبدأ نحط عندنا الشوكولاتة أو الكوبايتين اتنين من الشوكولاتة بتاعتنا. تقدري اصلا ما تسيحهاش، تحطيها قطع، لكن الشباب ايه مسيحاني يعني مسيحينها ما فيش مشكله، لكن انت تقدري اللي انت تحطيها اللي هي المكعبات الصغيره، تجيبوا كوبايتين اتنين او اللي هو الباكو ده وتحطيه على نص كوبايه اللي هو الباكو اللي بيتباع في اي سوبر ماركت عندك. تمام، واقوم واخد عندي الشوكولاته قدام حضرتك اهيت. يا استاذه خلود ازيك؟ ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا استاذه خلود عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. بص عايزه درجه مربى الكرز. مربى الكريز حاضر، من عينيا من عينيا الاثنين حاضر. بسرعه بس عشان خاطر ما يخربش عندي. طيب حاضر حاضر. طيب شكرا لحضرتك. يا شباب ساره كانت عاملاها امبارح مربى الكريز صح؟ طب ممكن انزل مقاديرها؟ ساره كانت عاملاها امبارح بطريقه حلوه جدا جدا، شيفتنا الجميله ساره عبد السلام، فان شاء الله هنزلها لحضرتك دلوقتي مربى الكريز. كانت عامله صفقه كريز امبارح، لقيتها جايبه كرتونه امبارح وشغالين فيها، عملت اعتقد تارت وعملت مربى. ادي الجناش بتاعنا خلص معانا اهو قدام حضرتك، بنقوم شايلينه كده وحاطينه ايه في جنب. لو عايزاه طبعا ياخد اللمعه ده الكلام ده، لو يعني هجلس بيه كيكه هدي له معلقه زبده، لكن ده انا هحطه اصلا مع الكريمه فيبقى محتاج لون ومحتاج ايه طعم، يبقى مش محتاج الزبده في حاجه. طيب هنا بس في المقادير بتاعه الفادج هنستاذن حضراتكم، هنزود 3 ارباع باكو بيكنج باودر، هنزود في المقادير 3 ارباع باكو بيكنج باودر قدام حضرتك اهوت، بنضيفه مع نص كوبايه من الكاكاو الغامق. يلا بينا مربى الكريز، يلا جاهزه قدام حضرتك اهيت. وهقول لك ازاي تعمليها. 2 كيلو من الكريز الطازه بس بتشيلي منه النوى طبعا، وبتحط عليه 750 جرام من السكر. ال 2 كيلو عليه 750 جرام من السكر. حلو الكلام؟ تعمليه ازاي بقى؟ انت بتحطي الكريز مع السكر وتسيبيه في التلاجة لمدة 2 أو 3 ساعات، طبيعي اللي الفاكهة ديت هتنزل المية بتاعتها والسكر هيدوب. هتقوم واخدة الكريز ده على نار متوسطة وتبدأي اللي انت تشتغل عليه، وكل شوية تديله تقليبة وفرشة صغيرة فيها مية، تبدأي عشان ما يسكرش الحروف بتاعة الحلة بتاعتك اللي هتشتغلي فيها، تبدأي تجيبي الفرشة بيها مية كده وهو بيغلي، تقومي حاطة عليه ملح ليمون او لو مفيش ملح ليمون عصير ليمونه، وتسيبيه يغلي حوالي نص ساعه على نار متوسطه، وبعد كده تقومي شايلاها، هتطلع عندك مربى الكريز ان شاء الله حاجه محترمه جدا. يا اما تحطي نص معلقه صغيره من ملح ليمون او اقل كمان، او تحطي عصير ليمونه. يلا جيمي هننزل دلوقتي، يلا بعدين الفادج اهيت قدام حضراتكم المقادير، بنزود لها طبعا البيكنج باودر ده اساس طبعا فيها. انا ممكن اكمل. ماشي. وبعد كده نقوم حاطين عندنا الميه الدافيه، النص كوبايه من الميه الدافيه. حطيناهم اهيت خلاص. ونبدا نفصل ليه؟ لان الحروف لازم اجيبها عندي بسباتولا كده تكون عندي، لان المضرب مش هيجيبها، فادخلها كده مع بعض الشكل اللي حضراتكم كده شايفينه.
كده تكون الكيكه بتاعتي جاهزه على الصب على طول. تمام، نشيل دي بقى خلاص يا استاذه ايه. استاذه ايه، الو، معلش يا استاذه ايه، حاولوا اتصل بينا تاني. نقوم شايلين دي كده اهوت، حاطينهم هنا خلاص مش محتاجينهم. وبجيب عندي بقى الايه، انضف، وبجيب عندي صاج، بكون عندي ورقه زبده بجيبها اكبر من الصاج شويه. طيب لما بجيب ورقه الزبده اكبر من الصاج ازاي هثبتها؟ بص، بقص من هنا، بص ديت، وبقص كده من هنا دي، وبقص من هنا دي، وبقص من هنا ديت كده. ليه؟ عشان حضرتك لما اجي احطها كده في الصاج تنزل مظبوطه والحروف تبقى مظبوطه معايا اهي. شايفه ازاي؟ كده. ايه رايك بقى؟ بص المنظر ده اهو، اهي عشان الصاج يبقى طالع ايه مظبوط فيه ورقه الزبده. لو ورقه الزبده عندك اعلى من الصاج شويه وده يكون افضل عشان الكيك ما يلمش الصاج خالص. يا مريم، الو، ازيك يا مريم؟ يا مريم بصي بقى، وطي التلفزيون يا مريم، او خلي ماما او تيتا اللي جنبك توطي التلفزيون عشان تعرفي تكلميني. هي مشكلتنا ومشكله الاستاذه والمشاهدين اللي بيتصلوا هي المشكله ديت، اللي هم لازم تسمعونا من التليفون يا جماعه، ما تسمعوناش من التلفزيون. نبدا ناخد عندنا الصاج قدام حضرتك اهوت، ونبدا نسوي على درجه حراره كام؟ 180. هيقعد معايا بالظبط نص ساعه ونطلعه مع بعض اهو. هطلعه لك ان شاء الله لان هيستوي، هو بياخد تلت ساعه بالظبط، ونبدا اللي احنا نطلعه ان شاء الله. ده بعد ما يطلع لازم يبرد. انا عامل صاجين اتنين عشان هشتغل منهم حاجتين اتنين، هشتغل منهم كيكه وهنعمل منه البوبس كيك. لو عندنا عيد ميلاد ولا حاجه نقدر نشتغل منهم الحاجتين دول. طيب بجيب عندي العجان عشان نبدا نشتغل عندنا في الحشو بتاعنا. عندنا كريم شانتيه لو عندك يشتغل معاكي، او عندك كريم نباتي مخفوق يشتغل برضو معاكي كويس جدا. لكن الكريم الحيواني ملوش روح، الكريم الحيواني بيستخدمه في حاجات تانية، ولكن الكيكات اللي زي ديت والترت لازم كريم اللي هي كريم فريش اللي هو نباتي، ما يبقاش حيواني. الحيواني ما يبقاش له روح، يعني شانتيه او النبات السائل. بقوم جايب عندي نص لتر ونحطهم عندي في العجان. واللي عايز يضرب الكريم شانتيه قلنا الكوبايه عليها 3 كوبايات ميه تكون فيها تلج. وقلت الطريقه الصح اللي انت تضربي بيها الكريم شانتيه صح ان انت تحط التلج مجروش مع السكر لو جايبه مثلا كريم شانتيه خام، ويضرب الاول التلج يدوب وبعد كده تقومي حاطه كوبايه الكريمه الخام اللي عندك. طيب نبدا نعمل ايه بقى؟ بقوم جايب عندي الجناش اللي احنا عاملينه. ونبدأ نضيف عندي الكلام ده كله ونشغل. ثانية يعني تلاقي الحاجة ايه خلصت معاكي في ثانية كده، تحط الجناش مع الكريمة تلاقي الدنيا اتظبطت معاكي زي الفل. نقوم شايلين الكلام ده كله ونروح واخدينها عشان هنبدأ نحشي بيها الكيكة بتاعتنا. يا أستاذ أحمد، الو، الو، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام الحمد لله يا رب دايما. امورني يا رب.
عاوزه اعرف عن طريقه كب كيك بالشوكولاته. حاضر، من عينيا الاثنين يا حبيبي، من عينيا. شكرا ليك يا ابو حميد، مع السلامه. هنا بنقوم جايبين عندنا صاج الكيك ده ونبدا نفتحه كده. شايلين عندي ورقة الزبدة، لازم يبرد طبعا. بص جمال الكيك عاملة ازاي. وبعد كده بنبدأ نجيب عندنا الطوق اللي احنا نبدأ نشتغل فيه قدام حضرتك اهوت. انا محتاج دسكين اتنين بس لان هي الكيك عالية، شايف عاملة ازاي من الجنب. بقولك ما بتحتاجش شربات ولا بتحتاج اي حاجة تسيبيها خالص زي ما هي كده. طبعا لو عايزه انت تحشيها او تديها مثلا مربى مفيش مشكله، تكسر الطعم. نجيب دي كده وكده اهوت، وتقوم واخده الطبقه الثانيه. ودول زي ما اتفقنا بنقوم واخدينهم وهنعمل منهم البوبس كيك. فتقدري تعملي ايه؟ نعمل التورتين اتنين حلوين جدا. القعده المتحركه ديت لذيذه جدا على فكره، والله ما هي رخيصه قوي. يعني ديت انا اشتريتها لقيتها رخيصه بجد، يعني حاجه حلوه جدا على فكره. لو عرفت ثمنها 60 جنيه دي، والله جميله. وبصي بقى لها كمان، لها كليبس هنا كمان كده اهوت عشان ايه؟ تقف كده. دي بتتعمل فايه؟ ما تتحركش. لو انت بتعملي كيكه بتبطسيها تبداي انت تشغلي عليها، وعلى فكره متينه يعني البلاستيك اللي فيها حلو يستحمل. فبثبتها وانا بحشي من هنا كده، وببدا ان انا احط عندي القعده دي وبقوم احط عندي الفورمه ديت عشان هنبدا نحشي ان شاء الله. واوريك الحشو ازاي. مين معانا يا فندم؟ يا استاذه منى. الو الو، ازيك يا منى؟ ازيك؟ الله يسلمك يا شيخ، اخبارك ايه؟ بحبك جدا جدا والله، بحب الوصفات بتاعتك. الله يخليك يا منى، تسلمي. عايزه طريقه الغريبه، معلش يا شيخ. الغريبه؟ حاضر، من عينيا. حاجه تانية؟ لا شكرا. شكرا يا منى، مع السلامه. الكاس الكريمه فينا ام كريم؟ عندك هنا تحت هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يكرمك يا ام كريم. خلاص تمام. ايه شويه شوكولاته كده حلوين، اللي هي القابله للدهن، اللي هي شوكولاته البرطمانات ديت. تقوم واخداها وتقوم ايه موزعاها. فدي بصراحه بتدي طعم مش طبيعي للكيكه. الغريبه بتتعمل ازاي بقى؟ كوبايه، كوبايتين سمنه، كوبايه سكر باودر، وبعد كده اهوت عندي 3 كوبايات من الدقيق. تضربي السمنه تكوني في الثلاجه، تضربي السمنه كويس جدا تكون في الثلاجه مع السكر، وبعد كده تنزلي بالدقيق. نبدا نجيب عندنا زباتولا كده عشان هنبدا ان شاء الله اللي احنا نحشي. يا مريم ازيك؟ الحمد لله كويسه. ازيك يا مريم؟ بحب حضرتك جدا. الله يخليك يا مريم، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه. الحمد لله يا رب دايما. انا عايزه طريقه النجريسكو. حاضر يا حبيبتي، من عينيا الاثنين. شكرا يا مريم، مع السلامه. هنا ايه يا باشا بقى؟ ايه الدلع كله؟ شويه بندق صغيرين او سوداني او لوز، يعني تقدري تختاري انت عايزاه. نقوم جايبين عندنا التانيه ديت، نقوم حاطينها بالشكل اللي حضراتكم كده شايفين،
وبعد كده اهوت بنقوم ضاغطين ايه عليها. ويفضل بقى ان انت بتعملي ايه بقى؟ تقوم واخده حضرتك الكلام الجميل ده كله وتقوم حاطاه فين؟ في الثلاجه او الفريزر. ساعتين اتنين، كل ما بتسيبيها فتره في الثلاجه او الفريزر كل ما يكون افضل بكتير جدا لحشو الكيك. تعرفي ان انت تشكليها بعد كده، تعرفي تبطسيها وتجلسيها وتظبطي كل حاجه فيها. طيب احنا خلصنا كده اهو، نقوم ايه شايلين. تمام. وفي حاجه دلوقتي بقى، الكريمه ديت اللي انا هشتغل بيها تحس اللي هي ايه مسكت شويه، لا حل. اه طبعا لا حل. بص عملت ازاي، مسكت معايا شويه، فانا عايزه تبقى ايه اكتر من كده ليونه. فبقوم عاملها ايه، بقوم واخدها تاني حاططها في العجان واقوم حاطط عليها شويه صغيرين ربع كوبايه من الميه الدافيه، بس ميه ما تكونش ساقعه، ميه دافيه. وهتتفرجي عليها عامله ازاي دلوقتي. استاذه نوره، الو الو استاذه نوره، ازيك؟ ازي حضرتك يا شيكو؟ كل سنه حضرتك طيب. وانت طيبه يا بالصحه والسلامه. عامل ايه حضرتك؟ الحمد لله. اتكلم مع حضرتك ده شرف لينا والله. والله تسلم. ما تكونش اخر مره. حاجه حلوه بتعملها. ربنا يخليك يا رب. اشكرك. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. حضرتك كنت حابه اطمن عليك بس. شكرا شكرا يا استاذه نور، ربنا يحفظك. شكرا ليك. مع السلامه. بجيب عندي شويه ميه زي ما اتفقنا، مش كتير. بس. ميه دافيه كده من الكتل. ايه اللي حصل في الكريمه؟ بص بقت عامله ازاي؟ موضوع بمنتهى السهوله، تقدري تعالجي اي حاجه وانت ايه موجوده وانت شغاله بيها. يعني لقيت الجناش اللي انت حاططيه كتير والشوكولاته قفشت منك في الكريمه، سهل جدا، جيبي شويه ميه سخنه، الموضوع في منتهى السهوله، شويه صغيرين بلاش نكتر. وبعد كده تقومي حطاهم تطلع معاكي زي الفل. بقوم جايب بقى الكريمه ديت. يا ام عبد الله، نحرر بقى الايه ديت عشان ايه تتحرك معايا اهي. يا ام عبد الله ازيك؟ الله يخليك، كل سنه طيب. وانت طيبه يا ام عبد الله، ازاي حضرتك؟ وانت بالصحه والسلامه يا ابني، ربنا يبارك لك على كل حاجه بتعملها، والله حلوه، وتعلمنا منك حاجات حلوه كثيره والله العظيم. ربنا يخليك يا ام عبد الله، والله ده من ذوقك. وحتى النصايح بتاعتك حضرتك على المانجا، قلت لي ان اي مانجا تكون فيها علامه ولا حاجه ما تجيبوهاش، فعلا والله لما اشتريت مانجا اشتريتها الجامده طلعت في منتهى الجمال والله. ما الف هنا وشفا. كتير مانجا وحشه. بالهنا والشفا. ممكن استفسر على سؤال حضرتك؟ ايه يا فندم؟ ممكن يعني اسالك سؤال بس حضرتك؟ اه اتفضلي. هو انا كنت جبت لحمه يعني ولونها غامق يا حضرتك، ولما جيت اغسلها لقيتها بتدي ضوء، هل دي حلوه ولا وحشه؟ إيه غسلت اللحمه؟ لا لا لا، انا كنت بص هو اصلا ده مغلفه، فانا فتحت واحد والتاني مقفول، فلما فتحت اغسله اديتني ضوء حضرتك، ضوء كده، هو هي اللون بتاعها مش طبيعي، بس لا فيها دم ولا فيها ريحه. طب ممكن نوطي الصوت بس شويه يا شباب عشان انا مش سامع فعلا؟ معلش انا اسف، ممكن تعمل السؤال تاني؟ انا مع حضرتك سامعني؟ اه نستاذن حضراتكم بس نوطي الصوت شويه عشان اعرف اسمع، اتفضلي يا فندم. بقول لحضرتك ان اللحمه اصلا كانت غامقه وكان ما كانش فيها ريحه، بس هي لما جيت اغسلها لقيت فيها ضوء كده حضرتك. لا ما فيهاش حاجه، انا هي اللحمه طازه ولا انت جايباها منين؟ طازه، انا جايباها من الشركه اللي انت بتعلنوا عنها حضرتك. ما فيهاش حاجه، انت تسلقيها وزي الفل، ما فيهاش اي مشكله خالص. لا هي ما فيهاش حاجه والله، انا بقول لك ما فيهاش حاجه، طالما ما فيهاش لون قبل ما ما فيهاش لون، لان اللون ده بتاخده من طريقه التبريد مش من اللحمه، التبريد بتاعها ممكن يكون غلط عندك، فممكن تكون عملت لون. قال ايه؟ لا واللحمه انا بغسلها، عمري ما بغسل اللحمه ابدا. يلا تعالوا بقى ايه، بعد ما بدي لها كده الشوكولاته من كل حته
ونظبطها كده. تعال ناخد فاصل صغير ان شاء الله، وبعد الفاصل نواصل. رجعنا تاني بعد الفاصل، بعد ما ايه ما ظبطنا الكيكه كده وخدت معانا الكريمه وتمام التمام. عندنا طبعا تهنئه خاصه جدا جدا من برنامج المطعم لاطيب شخصيه الواحد يعرفها بجد، مصطفى. عندنا اخ جميل وكلنا هنا والله العظيم بنحبه جدا، حاجه كده جميله جدا يعني، وحاجه احنا بنحترمها هنا جدا في القناه، ومن الناس الفعاله والناس اللي العواميد هنا في القناه ما شاء الله بقالهم سنين في قناه بينسيه. فالنهارده عيد ميلاده النهارده، بقول لك يا مصطفى كل سنه وانت طيب يا حبيبي والعمر كله ليك ان شاء الله، وربنا يكرمك بالدايت ان شاء الله قريب. ربنا يسهل يعني. ماشي. تعال نطلع الفادج بقى جيمي من الايه من الفرن. بعد ما هيطلع هتلاقيه بص عامل ازاي بقى الفادج بتاعنا. بصي ما شاء الله. بصي. استوى انا من غير بص من غير ما تحط خله، يعني هو والله اللي بيبقى مستوي بيبان عليه كل حاجه. طيب انت بتتاكدي منين؟ بتيجي على اي حته او اي حاجه انت بتسويها وبتيجي على الحته اللي في النص، لان القطعه اللي في النص هي اكتر مكان مش بيجي فيه حراره. فبقوم جايب مثلا سكينه مثلا خله وتقومي هربينه في النص. تقومي مطلعها بص نظيفه ازاي؟ ما فيهاش اي حاجه، هو استوى تمام. بس بيبرد وبعد كده بنبدا اللي احنا نشتغل فيه. طيب احنا بعد ما عملنا ديت دي لسه هتاخد بقى الديكور بتاعها بقى، الديكور هنظبط لها الدنيا وبتاع. بنجيب عندنا الايه المشط الصغير ده زي اللي حضرتك كده شايفاه، بيجي من اي محل حلويات بيبقى ظريف قوي. بتقومي جايباه كده حطاه هنا كده باين كده شباب صح؟ ماشي. فبص بيطلع بيطلع الشكل عامل ازاي؟ فاهم ازاي؟ فعشان كده انا ايه بعلي الكريمه اللي في الجنب ديت بعليها شويه عشان تطلع بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. وادي المشط اهوت ده الايه؟ اللي شويه الكريمه اللي باقيه معايا اهو طلع عليها من هنا. طيب من فوق هنا ايه الدنيا بقى؟ ده اللي هنظبطه دلوقتي بالكريمه، خلينا في الفصل اللي جاي نعملها. ولكن دلوقتي نعمل البوبس كيك ونرجع تاني، نبقى نرجع تاني لايه؟ للباشا ديت ونظبطها. البواقي بقى اللي انا عملتها من الكيك بقوم واخدها ادي قدام حضرتك اهي، ونبدا اللي احنا ننزلها هنا في العجان او طبعا على ايدك، هتشتغل على ايدك زي الفل. لا لونها كده تبقى نفس اللون ده بالله عليك يا جيمي، تطلع معايا ان شاء الله مظبوطه. اقوم جايب عندي معلقة مربى كريز أو مربى فراولة تمام، وبعد كده بقوم حاطط عندي معلقتين كبار من كريمة الزبدة. كريمة الزبدة اللي هي عبارة عن إيه؟ كوباية زبدة وكوباية سكر بودر بيضربوا مع بعض، فبتبقى عندي كريمة الزبدة اللي حضرتك كده شايفاها أهي، دي كريمة زبدة. بخفق كوباية زبدة كوباية سكر بودر بنحطهم مع بعض لحد ما ينعموا معايا، وبحط معاهم معلقة زيت في الآخر. طيب إيه لازمتها؟ عشان تسمغ لي أول حاجة العجينة البوبس بتاعنا البوبس كيك بتاعنا، وفي نفس الوقت لما تيجي تحطيها في التلاجة تمسك معاكي ما فيها زبدة. نبدأ نضرب لحد ما نحصل على الخليط اللي احنا محتاجينه. طبعا لو لقيتيها لسه مرملة بنديها كريمة زبدة كمان، لقيتها والله مظبوطة وظبطت معاكي خلاص كده تمام. نعلي شوية أدي معلقة زبدة كمان، أهي بدأت تتسمغ معايا أهيت كويس جدا،
وهتبقى ايه بقت عامله، هتعمل زي العجينه كده بالظبط. ورق زبده بقى عشان نشتغل، ورق زبده. ايه الاخبار؟ الله زي الفل. في ناس طبعا بتدي ايه حليب مكثف، لكن بتبقى تقيله قوي بصراحه. حليب صراحه بيبقى عالي جدا جدا جدا، وبيدي طعم بيجزع النفس، يعني انت ما تقدريش تكملي واحده. خلاص اتلمت كده هي، خدت لون. ايوه نقوم شايلينها، بقت كده ايه، بقت كتله واحده قدام حضرتك. نقوم شايلينها كده وجايين هنا اهو، وحاطين معاه ايه شويه بندق صغيرين كده مجروشين، او زي ما اتفقنا سوداني، يعني بندق او سوداني. ونبدا ان احنا ايه نعجنها كده مع بعضها وتبقى جاهزه معايا. الو الو الو، ازيك يا عمر؟ يا عمر الحمد لله، اخبارك يا عمر؟ كويس كله تمام. ايوه يا عمر سامعك. مش ايوه اخويا بس عايز يسلم عليك. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ الو الو. طيب حاول تتصل بينا تاني بقى معلش يا عمر، انت واخوك عشان ايه مش سامعكوا خالص. ورقه زبده بنقوم جايبينها، نقوم فردينها، ونقوم جايبين كده اهوت المقص. وببدا اخد عندنا الكيكه الجميله ديت. مين اللي جاي بقى ان شاء الله؟ بص اللي جاي، غمقها شويه والنبي بقى متحد بعد اذنك. غمقها لنا سيكه بس كمان. تمام؟ بص بقى متسمغه معايا ازاي؟ ولسه ايه تحط كمان، تحطها في الفريزر كمان شويه تلاقيها زي الفل معاكي. شويه المكسرات اللي احنا حطيناها لهم ديت تظبط معايا الدنيا قوي. حجم واحد كله، تحافظي على الحاجه ديت، لان هي الحاجه ديت لو ما طلعتش حجم واحد تبقى شكلها مش حلو. لكن انت تحاولي تحافظي عليها وما تكبريهاش قوي عشان ما توقعش من الخله وانت بتحطيها فين؟ في الشوكولاته. طيب بعد كده بنبدا نعمل ايه بقى؟ قبل ما نحط الخله، ناس كتير بتغلط تقوم واخده الخله بالظهر كده تقوم حطها كده وتقوم ايه حطها في الفريزر. لا، الافضل ان انت حضرتك تعملي الحركه ديت. تجيبي عندك الشوكولاته كده وتقومي حاطه ظهر الخله ديت هنا في الشوكولاته، تقومي مطلعاها وتقومي حطاها كده اهوت فين؟ في البوبس عندك عشان اضمن اللي هي تمسك معاها كويس جدا. تاني اهي، حطها في الشوكولاته كده وتطلعيها تقومي حطاها هنا. ما وصلش للاخر، فاهمه ازاي؟ اهو بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد الكلام ده ونروح فين بقى؟ فريزر طبعا. هم سايبينها تجمد او ثلاجه لمده ساعتين اتنين. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سيف؟ ازي حضرتك يا ست كل؟ ام نورهان العروسه. اهلا اهلا، ازيك يا ام نورهان؟ اهلا بيك والله العظيم، كنت منورنا امبارح. ربنا يخليك والله يا ام نورهان، كنت منورنا ومنور اسكندريه في حالها. ده على دماغي والله. ربنا يبارك لك يا رب في صحتك وعقبال اولادك. ربنا يخليك يا رب، تسلم يا ست ام نورهان. اتشرفنا بيك والله ورفعت راسنا كلنا. والله العظيم الشرف لي انا. الله يخليك، كلنا فرحانين بيك والله. انا اللي اتشرفت بوجودي معاك والله، انا اللي اتشرفت.
ربنا يحفظك. فرحت قوي 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 بقى، ما اقدرش اوصف لك امبارح. ربنا يخليك لينا يا ست الكل. افرح باولادك يا رب، وقول الحاجات الحلوه اللي بتعملها دي. الحمد لله، ربنا يحفظك. اتفضلي. ربنا يخليك ويبارك لك في صحتك يا رب. ربنا يخليك، والف مليون مبروك. الله يخليك، الله يبارك لك في صحتك. الله يخليك. نورهان بقى العروس عايزك طريقه الكب كيك من عينيا الاثنين. حاضر حاضر، تحت امرك. شكرا ليكي، كانت من الحاجات الجميله بصراحه لما العروسه اتصلت بينا وعزمتنا على الهوا. كان من اسبوعين، انا والله ما اعرف الناس يعني على دماغنا واخواتي طبعا، فقالوا لي عزموني على الفرح. فروحنا امبارح انا والمدام، والله رحنا امبارح الفرح في اسكندريه، والحمد لله والله قرفكم كانت زي الفل. الطريق زي الفل وانا رايح، والطريق كنت رايح والله صد رد، ولكن كان الموضوع كان ممتع جدا جدا جدا، واتبسطت واتشرفت ان انا رحت للجماعه هناك. والف مليون مبروك طبعا للعروسه، هي واخواتها وباباها وكل المعازيم اللي كانوا امبارح موجودين. طيب بعد ما خدناها بنحطها فين؟ في الفريزر مع بعض. تعالوا ناخد عندنا بعد ما اتحطت في الفريزر. طيب عشان ما تشقش معايا، في ناس بتعمل ايه؟ ناس بتبطس او بتجلس، اسف، البوبس كيك بالجناش. جناش ابيض، جناش شوكولاته، جناش روز، جناش كاندي يعني، او تعملي حاجه تانية اللي انت تحطي على الشوكولاته زيت. حط عندي معلقتين زيت اهي. طيب معلقتين الزيت دول يا عم محمد عشان لما تيجي تحط الشوكولاته على البوبس كيك ما يشققش، ما يعملش ايه، تلاقي كده ساعات الشوكولاته بتعمل كده فراغات وبتاع. لا، الزيت ده بيمنع لك الكلام ده. نقوم مقلبين الزيت مع بعض كده اهوت. طبعا الايه الكيك اصلا واخد تبريد، فمجرد ما احط فيه الشوكولاته هتبدا تمسك فيه على طول. في بقى دلوقتي عصيان او خلل خاصه بالبوبس كيك، مش خله خشب، هتلاقيها بلاستيك. دي تقدري على فكره تجيبيها تحصلوا عليها وتقدري ان انت تشتغلي بيها. بص بقى عامل ازاي، تمام. ولسه كمان هياخد ريجه كمان من فوق اهي. بص بدات تجمد اهي، اهي شايفه اهي، تلزق شهيات الشوكولاته بدات تجمد. تقوم واخداها حضرتك، تحطها فين؟ حطها هنا. انا جايب البوكيه الجميل ده الورد، فقلت اعمل فكره كده حلوه. يعني البوكيه ده موجود وفي فوم من تحت، فيبقى شكله حلو، الورد تحت والبوبس من فوق، فيعمل جو عالي قوي. ناخد واحدة كمان، واحنا بناخد كده هناخد فاصل صغير، وبعد الفاصل نواصل الفينش بتاع الكيك. ادي عندنا البوبس كيك الجميل بنفس الشوكولاته اللي احنا يعني اللي احنا اشتغلنا بيها. بدات اللي انا ايه اخدها كده في كورنيه ونبدا نعمل عندها خيوط كده من فوق، فاهمه ازاي؟ سهل وبسيط. يعني هي شوكولاته نوع واحد اللي انا عملت بيها، خدتها كده اهوت وبحطها عندي في كورنيه صغير، وببدا اللي انا اخدها كده ريجه. دي اسمها ريجه اللي انا بعملها، دي اسمها ايه؟ ريجه، تمام. والقرطاس اللي معايا ده اسمه كورنيه. كورنيه ده ببدا ان انا اقطعه كده من حته صغيره من فوق يبقى رفيع، وبنبدا حضراتكم اللي احنا نشتغل خيوط رفيعه كده من فوق اهي، كده كده اهي، منتهى السهوله. زي الفل يا باشا. ببدا اجيب عندي بوكيه الجميل ده بقى كده، وبنبدا اللي احنا نحطها هنا كده اهي.
نشفت خلاص، فبتعامل معاها بقى بايه؟ بقلب جامد. عجبتني جدا والله، يعني انا دي ديكور محطوطه بس فيها فوم، فنقدر نقدمها كده يعني، نقدر ايه الورد يبقى تحت كده جميل، وببدا ان انا ارشق فيه الخله بتاعتنا بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. بس اسكندريه يا جماعه الرطوبه اللي موجوده فيها كان الله في عون. لا يعني احنا في القاهره ما لا ما فيش رطوبه. الجو حر عندنا بقى. انتوا يا جماعه بتوع البحر انتوا جو عندكم رطوبه عاليه جدا جدا جدا. كنا ماشي امبارح على الكورنيش قلنا نتمشى شويه كده، لقيت كميه الرطوبه عاليه جدا جدا، وده طبيعي طبعا. اهي بص بقت عامله ازاي اهي، تعالى نجيب الثانيه. استاذه مروه صحيح. يلا. عليكم السلام، ازيك يا استاذه مروه؟ الله يسلمك يا شيخ، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. بسأل حضرتك عن طريقة عمل الاستيك. الاستيك حاضر من عينيا الاثنين، حاضر شكرا ليكي. اهو واخدين بالكم الشوكولاته ايه؟ ولا فلقت ولا حاجه ما شاء الله. ليه بقى؟ عشان معلقتين الزيت اللي احنا حطيناهم مع بعض، فدول ظبطوا معايا الاداء قوي. والورد ايه؟ الورد عامل شغل كده معايا والدنيا لطيفه قوي الحمد لله. يا ام احمد ام احمد حاولي تتصلي بينا تاني يا ام احمد. اللي طبعا الشباب هنا ما شاء الله حاضر على طول، فجاب لي الخله. بص يا جيمي اهيت اللي احنا بنتكلم فيها دي، بقت بتتباع دلوقتي في محلات خامات الحلواني اهي قدام حضرتك اهيت. تقومي حطها كده في الشوكولاته كده اهي، وابدا ان انا اخدها كده ونحطها فين؟ في البوبس كيك اللي احنا عملناه على الهوا اهوت. تقوم واخداها وتقوم حطاها بالشكل ده اهي. العجينه لازم تكون حلوه، العجينه لو ماسكه هتلاقيها بتشقق منك وما بتطلقش مظبوطه، لازم العجينه تكون حلوه لينه. استاذه لينا ازيك؟ الو صحتك يا شيف؟ الحمد لله تمام. خد يا استاذه. الحمد لله، نشكر حضرتك جدا على الوصفات الجميله اللي بتقدمها لنا. الله يخليك يا تسلمي يا رب تسلمي والله، اشكرك كل ذوق يا رب. كنت عايزه بس اسال عن طريقه لقمه القاضي، ما بتطلعش كويسه خالص. احنا عملناها اكتر من مره ما تبعتلناش، نقدر عملتها نعملك. بس ما ظبطتش معايا ولا مره. طيب يا لينا انا هحاول ان انا هعملها لك تاني، او هنحاول ننزل مقادير ان شاء الله ونشرحها. حاضر طيب تمام، يا ريت. شكرا شكرا يا فندم، مع السلامة يا سلينا، مع السلامة. نثبت القعدة، نثبت القعدة. تعالوا بقى ايه نديها ديكور. طب الديكور ازاي؟ ايوه بالبلا سادة. بنبدأ ان احنا ناخد دي كده، حلو الكلام، وتبدأي تاخدي دي كده، نسيب 2 سم ونشتغل، حلو الكلام. تقومي جاية على الطرف ده وتقومي واخده كده، تمام. وبعد كده تقومي واخده على الطرف ده كده برضو نفس الكلام. عشان كده الكريمه لازم تكون لونها حلو مش مخرزه، تكون رفيع وانت بتشتغلي بيه ده، لان لو تخين معاكي مش هتطلع الحاجه شكلها حلو. والله كنت رايح لك هناك حبيبي.
اهي. هبص شكلها بيبقى من جوه من فوق عامل ازاي، بتدي شكل حلو قوي اهي كده، واجي في النص كده ونعمل ايه بالبلبله الساده او بالقمع الساده اللي احنا شغالين بيه، بنبدا نشتغل بيها بنفس الكريمه اللي انا اشتغلت بيها. فكيكه ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. اهو هنكملها بقى ايه لحد ما نخلص الاخر الشبكة الجميلة ديت اهي. احنا ايه خلاص احنا يعني اخر حاجة خالص طبعا اللي بتكلم فيها اللي هي المالت سيزر اللي احنا نحطها من فوق دي اخر حاجة خالص فيها. نقفل دي بقى خلاص كده 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 وكده تمام جدا. نبدا نعمل ايه بقى؟ بجيب عندي حبوب الشوكولاته الجميله ديت ونطلع فاصل كده، واحنا بنطلع فاصل نحطها كده على حروف الكيكه بتاعتنا. فاصل ونواصل. ورجعنا تاني بعد الفاصل. خلاص عملنا لكم الايه البوبس كيك بنزينه. واقول لك والله الحاجات للاعياد الميلاد هو صاج واحد اللي احنا عملناه قدام حضراتكم على الهوا، طلعنا منه الكلام ده كله، طلعنا منه الكيك، عملنا منه ديسكين اتنين لان هو عالي، وبعد كده الباقي اللي هو الدبري خدناه وحطينا عليه كريمه زبده وحطينا عليه مربى، وبدانا نحط عليه شويه بندق او مكسرات، وبدانا ان احنا ايه نلفه، وبعد ما لفيناه حطيناه في خله، وبعد الخله ما حطينا فيها الشوكولاته دخلناها الفريزر، وبعد كده طلعناها وعملناها بشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. وده الكيكه بعد ما طلعت عندنا بقت بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. ممكن نلفها عادي، فك بس الموضوع اللوك بتاعها اهيت، وبتطلع عندك بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. والقاعده المتحركه ديت زي ما قلت لحضرتك والله سهله جدا ورخيصه، تقدري تبقى موجوده عندك في البيت تحشي بيها اي كيك انت عايزاه، واللوك بتاعها موجود اهوت عشان ما تتحركش لو مش عايزه تلفيها. اتمنى ان شاء الله الحلقه تنول اعجابكم، وحلقه بسيطه جدا وسهله وما بتاخدش وقت معايا، وفي نفس الوقت امكانياتها بسيطه. ايه اللي انا استخدمته؟ كيكه شوكولاته وشوكولاته وكريمه، انا استخدمش اي حاجه تاني، هما دول الحاجات فعلا احنا استخدمناهم وطلعنا منهم التشكيله اللي انت شايفاها ديت. فالسهل البسيط هو ده اهم حاجه في الاكل، يعني انت تستمتعي بطعم كيكه الشوكولاته ديت لان فيها كريمه شوكولاته اللي هي البرطمان ديت من جوه، او فيها مربى حاجه تكسر، والفادج اللي احنا استخدمناه. فلو جيت بصيت على الثلاث حاجات او الاربع حاجات اللي احنا استخدمناهم طلعنا منهم كل الكلام ده، فدي حاجه كويسه جدا، ودي اللي انا بقدر ان احنا نوصله عندنا هنا من البرنامج. اللي تشتغل الحاجه تجيبي حاجه
حاجتين اتنين تقدري تطلعي منهم حاجات كتير جدا. اشوفكم ان شاء الله حلقه جديده من برنامج المطعم، وشكرا شكرا لاهل اسكندريه على استقبالهم ليا امبارح، وانا اللي اتشرفت اللي انا كنت موجود معاكم امبارح. مبروك لعروستنا الجميله وعقبال اخواتها ان شاء الله. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج المطعم. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم.